Mr. President. سيدي الرئيس، لمدة 10 أيام وأنتم تشاهدون إسرائيل وهي تعتدي على أكثر من 2 مليون فلسطيني في الضفة، في قطاع غزة بالأحرى، الناس يقتلون ويجرحون ويتعرضون للتشريد، يتم ترعيبهم. لم ترحم إسرائيل ولا أسرة فلسطينية واحدة في غزة. لا ينبغي لأي أحد أن ينسى أننا نتحدث عن أرواح، أن أرواح الفلسطينيين هي كذلك غالية، ولا ينبغي لأي أحد أن يتوهم أن قتل مزيد من الفلسطينيين سيزيد من أمن إسرائيل. لقد حاصرت إسرائيل قطاع غزة لمدة 17 عاما، وقد شنت اعتداءات متكررة ضد شعبنا هناك. هل أدى ذلك إلى زيادة أمن إسرائيل؟ كيف يمكن لإسرائيل أن تقنع أي أحد أن قتل مزيد من الفلسطينيين، مزيد من الأبرياء الفلسطينيين، الأطفال، النساء، الرجال، المسنين، الشباب، هل هذا هو الحل؟ لقد أتيت إلى هذا المجلس مرارا وتكرارا وقلت لكم الشعب الفلسطيني لم يعد يؤمن بأن المساعدة في طريقها إليه. أثبتوا لهم أنهم مخطئون. أعيد الأمل في العمل الجماعي. أمامكم قرارات مهمة ينبغي أن تأخذونها، قرارات ستحدد ما سيحدث خلال الأيام المقبلة للشعب الفلسطيني، ما سيحدث في المنطقة، ما سيحدث في العالم. نناشدكم، استرشدوا بالقانون الإنساني من دون استثناء، من دون السماح بأي استثناء. لا توجهوا رسالة مفادها أن أرواح الفلسطينيين لا تهم. لا تتجرأوا وتقولوا أن إسرائيل ليست مسؤولة عن القنابل التي تسقطها على الفلسطينيين. لا تبرروا عمليات القتل. لا تلقوا باللوم على الضحية. لا، لا تقوموا بأي من ذلك. ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، هو هجوم كامل الأضلاع على شعبنا، مجازر ضد المدنيين الأبرياء. لا شيء في القانون الطبيعي ولا في القانون الدولي يسمح باستهداف المدنيين، يسمح بهذه الهجمات الوحشية والعشوائية بحق المدنيين. لقد قتلت إسرائيل حتى الآن 3000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، أكثر من نصفهم نساء وأطفال. أكثر من 1000 طفل فلسطيني قتل. أكرر، أكثر من 1000 فلسطيني، أكثر من 1000 طفل فلسطيني قتل حتى الآن خلال هذه الاعتداءات. لقد قتلت إسرائيل أسرا بأكملها، أجيالا. في هذه اللحظة تعرضت 47 أسرة تشمل 500 شخص لمجازر، وهناك الكثيرون تحت الأنقاض. لا نعرف حتى ما قال 1000 شخص، على الأرجح هم تحت الأنقاض. كيف يمكن تبرير ذلك؟ لا يمكن تبرير ذلك. كل يوم يقتل الفلسطينيون على يد الجنود وعلى يد المستوطنين، وهذا مستمر ولمدة سنوات، وبالرغم من ذلك تدفعون إلى اختيار السلام. تطلبون منا أن نبدي ضبط النفس وأن العنف ليس هو الحل، حتى بالرغم من أن إسرائيل تستمر في الاستعمار وفي ضم أراضينا وفي قتل شعبنا وتشويه شعبنا. إذن لماذا إذن عندما يقتل إسرائيليون يمكن لأي أحد أن يقبل بالعنف ضد شعبنا؟ ازدواجية المعايير؟ لماذا يعجز مجلس الأمن
عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن، لوقف هذه الاعتداءات، لوقف هذه المجازر، وقف العنف والدمار والقتل أمر لا غنى عنه. النظام الصحي والإنساني في غزة قد انهار تماما، أكثر من 1,000,000 شخص اضطروا للنزوح، الناس عاجزون عن دفن أحبائهم، رفعوا الحصار وضمان الوصول الإنساني الفوري من دون عراقيل أمر في غاية الأهمية لحماية الأرواح. لقد قلت لهذا المجلس قبل أشهر أنه بغض النظر عن صعوبة اتخاذ القرارات المطلوبة الآن، فتداعيات عدم اتخاذ هذه القرارات أخطر بكثير، وقد وصلنا إلى هذه المرحلة. إن كنتم قد أخذتم هذه القرارات آنذاك لتمكننا من إنقاذ الأرواح الآن، أي تأخير سيحكم على مزيد من الناس بالقتل والموت؟ هل تعلمون ما الذي يستحق دعمكم غير المشروط؟ سيادة القانون، القانون الإنساني الدولي، حقوق الإنسان، العدالة والسلام، حتى لا يقتل أي من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، وأكرر حتى لا يقتل أي من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، حتى يتمكن شعبنا من الحياة بحرية وبكرامة على أرض أجدادهم في دولتين، فلسطين وإسرائيل، يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وفقا لقراراتكم وللقانون الدولي. لقد وقفنا في منتصف العاصفة وقلنا لا يجوز أبدا قتل المدنيين، لا بد والتمسك بالقانون الدولي. وفي الوقت ذاته كان المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون عن الانتقام. ألا تعتقدون أن الفلسطينيين لديهم ما يدعو إلى الانتقام، بما في ذلك 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة تتدمر حياتهم في هذه اللحظة؟ هذا المنطق سيدمرنا جميعا ولا ينبغي أبدا أن نقبله. لا يكفي أن تقولوا إنكم لا توافقون على هذا المنطق، بل عليكم أن توقفوا العمل بهذا المنطق. المسؤولون الإسرائيليون برروا هذا الهجوم على شعبنا في غزة وقالوا وأقتبس إنهم يقاتلون حيوانات على هيئة بشر. كيف كان سيكون ردكم إذا جاء هذا الكلام على لسان مسؤول فلسطيني؟ قالوا إنهم سيقطعون المياه والوقود والغذاء والكهرباء عن الملايين من الفلسطينيين، وفعلوا ذلك كعقاب جماعي غير مشروع وغير إنساني، وكانت القذائف والقنابل تدمر كل جانب متبقي من جوانب الحياة في غزة. سيدي الرئيس، لابد من القيام بأشياء ثلاث الآن، أي شيء آخر سيكون غير أخلاقي، غير قانوني، وسياسيا غير مقبول. أولا، لابد من وقف الهجوم على شعبنا والآن. ثانياً، لابد من السماح بالوصول الإنساني بشكل فوري ومن دون عراقيل إلى جميع أنحاء قطاع غزة الآن. لابد من وقف النقل القسري لشعبنا الآن. لابد من حماية المدنيين أينما كانوا. لا يحق لإسرائيل أن تجبرهم على الاختيار بين النزوح القسري من ناحية أو الموت من ناحية أخرى، ولا يجوز لإسرائيل أن تخضعهم إلى النزوح والقتل في آن واحد. ما من مكان آمن في غزة. تواجه الأسر كل ليلة ولا تعلم ما إذا كانت تلك هي الليلة الأخيرة. الأرقام مذهلة وأنتم تعرفونها، أعداد من قتلوا. أتمنى أن تلقوا نظرة على حياتهم، كيف عاشوا بشجاعة وبسالة وابتكار بالرغم من المشاق الهائلة، بالرغم من الحصار، بالرغم من الهجمات المتكررة، وانتشلت هذه الحياة وانتزعت منهم في لحظة. فكروا في ألام الناجين،
فكروا في حياتهم بعد هذه الأحداث المروعة، فكروا في الجرحى، كيف ستكون حياتهم إذا ما نجوا من هذا الكابوس. خلال الساعة المقبلة ستقتل إسرائيل 12 فلسطينيا من المدنيين، بما في ذلك 5 أطفال، وستكرر ذلك كل ساعة حتى تقرروا أن تتحركوا. من المهم أن تقروا بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي. ما هو أكثر أهمية هو تقديم هذه الحماية والتمسك بالقانون الدولي. لا مبرر لقتل المدنيين، كلكم قلتم ذلك وكررتم ذلك قبل بضعة أيام. بغض النظر عن التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، مظالم الشعب الفلسطيني المشروعة، المعاناة والألم الذي يتحمله الشعب الفلسطيني ولا يزال، بغض النظر عن نزع الملكية، الاحتلال، الاستعمار، الحصار، القتل، السجن والاعتقال الجماعي، لا يحق لهم أن يحتكموا إلى العنف لتحرير أراضيهم، لتحرير شعبهم. من نفس هذا المنطق لا يجوز تبرير قتل المدنيين الفلسطينيين. التمييز وإزدواجية المعايير تقود القانون الدولي في جميع أنحاء العالم. فكروا في مصداقيتكم في اليوم التالي، فكروا في الانقسام المعمق بين الغرب من ناحية والعالم العربي والمسلم من ناحية أخرى، بين الشمال والجنوب، بين المجتمعات المحلية. نزاعنا نزاع سياسي وليس نزاعا دينيا، ولذلك يمكن حله، ولكنه يؤثر على ضوء أهميته، يؤثر على الأوضاع الإقليمية والدولية، يؤثر على التعايش وعلى السلام في جميع أنحاء العالم. إذا أردتم أن تتجنبوا تداعيات إقليمية لهذا النزاع، تداعيات دولية لهذا النزاع، أوقفوا المجازر، ابدأوا الآن، ابدأوا من هنا. نحن شاكرون لجهود كل من يحاول أن يوقف هذه المأساة، كل من يحاول السماح بالوصول الإنساني ووضع حد للنقل القسري. سنستمر في العمل مع هذه الجهات، كل دقيقة لها قيمة، وشعب فلسطين في غزة ليس له أي وقت يهدره. في الختام لأبناء شعبنا الفلسطيني أقول، قد يبدو لكم أن العالم تخلى عنكم وعن أطفالكم واستفرد بكم هذا الاحتلال الظالم وأطفأ النور عن قضيتكم، ولكن أؤكد لكم أن كل أحرار العالم وهم بالملايين والشعوب ذات الضمائر الحية معكم، يسمعونكم ويرونكم ويساندونكم ويملؤون شوارع عواصم العالم رفضاً للجرائم الإسرائيلية بحقكم، ودعماً لحريتكم وكرامتكم وعدالة قضيتكم. واعلموا أن العدل والسلام آت لا محالة، وأن هذا الاحتلال الإسرائيلي مهما قتل ودمر وظلم وقهر واستكبر سينتهي، وسيتحقق استقلال دولتنا الفلسطينية، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. لن نندثر ولن ننكسر، لن نندثر ولن ننكسر، بل سنضمد جراحنا وستعود آمالنا، وسنبقى وسنحيا لأننا أصحاب الحق، وأصحاب الحق لا يموتون ولا يندثرون، بل يبعثون ويبقون. شكرا سيد الرئيس.